بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم جميعا أخوة وأخوان. الأخ السيد قال بالنسبة إلى تطرق الحوار، أنا في عندي نقطتين أبغى أطرحهم بس سبقني أخونا. أولا أنت قاعد، إحنا نخلي في بالنا شعب البحرين الآن النظام، إحنا ما نقول نظام، هذا نقول عنه اللي هو سلطة باسم قبيلة، وتعامل مع شعب البحرين على أنه عدو، تعامل ماله مع شعب البحرين على أنه عدو. أنا كإنسان كشخص كفر لو بتكلم عن نفسي بعد استشهاد ابني مباشرة يمكن تقريبا بأسبوع واحد توها للحين الحالة، مداهمات على البيت، كان ابني الثاني العسكري مطلوب لأن ما داوم طوارئ يبغونه، مع هذا يدخلون لي ناس أجناس أشكال وأنواع نصائف الليل بالتهديدات، وكلوا بس واحد شغلته من أول ما افتح التلفون يشتمني يوميا، هذا بس شغلته الشتيمة، ويقول غصبا عليك وبنسوي بنفعل. على العموم اللي بقوله أنا، الآن إحنا وصلنا إلى 100 شهيد، على الأقل المعارضة لازم تكون تقدم لنا لو أقل مسؤول عن هذه الانتهاكات، أقل إنسان مجرم نبغي محاسبته. ليش ما وصلتوا إلى الشهداء؟ وإحنا بالمناسبة أنا عندي طلب من المعارضة، إحنا عوائل الشهداء مع عوائل المعتقلين نبغي تسوون لنا ترتيب تجمع أمام مبنى الأمم المتحدة هنا عندنا بالبحرين، نطلب منكم هذا الطلب، والأخوة شعب البحرين ما بيقصر معانا. بالنسبة إلى أن إحنا أصغر المسؤولين على الأقل، عوائل المعتقلين، ناس تعذبوا عنكم، الحوار أنتم تطرقون لنقطة الحوار، أنتم توكم قبل شوي تقولون ما يعترف النظام بكم كمعارضة، مو ما يعترف كمعارضة، ما يعترف أصلا أن هذا كشعب إلى حقوق. تدرون يعترفون شنو؟ الحكومة البحرين تعترف بالشعب أنه رعية، عندهم شركة يبغي يوظفك البحريني او يطريك ويجيب بدالك هندي، هاي تفكيرهم، ينظر الى الشعب ينظر ان هاي بلده وصاحب حق ويطالب بحقوقه. فالرجاء احنا نبغي وقفه مع مبنى الامم المتحده ونسوي مسيره خاصه باسم الشهداء والمعتقلين من باب البحرين بعد. وصلت الفكره، شكرا جزيلا، وشكرا لكم. شكرا دكتور تفضل. دكتور جاسم اخر المتحدثين ونرجع إلى المنصة، عطوا الميكروفون الله يخليكم آخر المتحدثين، إذا في متحدثين أو متحدثات بعد المنصة ممكن نطرح يعني 10 دقائق بعد. تفضل دكتور. أسئلة سريعة والله. السؤال أولي للأخ خليل بخصوص يعني قلت الملف، الموضوع في البحرين موضوع محلي بحت، يعني هل من علاقة أو تأثير الملفات إقليمية، الملف السوري أو ما إلى ذلك، على شأن المحلي؟ بغض النظر الآن إذا أي شيء يصير في سوريا راح يأثر علينا وما راح يأثر علينا. الجانب الآخر، هل هناك أطراف إقليمية ودولية مؤثرة الآن في الحل؟ يعني السعودية إيران، العراق، بريطانيا، أمريكا، هل هي دول عندها القدرة على يعني تسريع أو تأجيل الحل في البحرين؟ السؤال الثالث الأخ سيد السيد رضي بخصوص الكويت، أعلنت حديثا عن مشروع 2.5 مليار دولار للبحرين بقيمة 250 مليون دولار سنويا، هل من موقف للمعارضة؟ يعني هل هذا راح يساعد النظام في تأجيل الحوار وتأجيل الحل أم لا يوجد أي موقف للمعارضة؟ شكرا. هل ممكن إعادة إنتاج نفس السيناريو بحيث أن احنا نقول إن البحرين تأخرت مقارنة بالثورتين التونسية والمصرية، وعلى هالأساس ماذا بعد؟ يعني إحنا مستعجلين، ما خلصنا، ما أسقطنا لأحد، لا حسبنا وزير، لا حسبنا رأس الدولة، والله طفطوف في الدولة، فليش هذا التأخر؟ أجاوبه من هذا الباب السؤال. يعني معطيات الوضع البحريني تختلف، وأيضا التوقيت اللي دخلت في معطيات مختلفة، دخول درع الجزيرة وما شابه وضرب ليبيا، كل هذه معطيات أثرت على، يعني إذا بقارب سؤال دكتور جاسم، أثرت على الوضع في البحرين.
فجعلت من الوضع في البحرين يحتاج إلى مدة أطول أكثر من أنه يمكن أن يحسم. الوضع في البحرين أيضا يختلف، يعني صحيح إسقاط النظام في تونس ومصر، بس عنوان الأبرز كان إسقاط النظام، مقدمته هو أن يسقط مبارك ويسقط بن علي. وحتى في اليمن يمكن أن لو كان المشروع الخليجي جدي يمكن يتحول إلى حقيقة إلى مكاسب للثورة، ولكن لم يتحقق بهذا المستوى، لأن ما كان المشروع الخليجي هو مشروع لمناصرة الثورة وإنما لاختطاف الثورة، فلم يأتي مثل ما أتى في مصر. أيضا مصر وتونس الآن في مشاكل. فإذا منقارن في المدة الزمنية ونقول أن إحنا يعني واجد تأخرنا، هذا بيصير في شوي تشويش على ماذا بعد. لا، ماذا بعد نحتاج إلى صمود ونحتاج إلى مواصلة. المعارضة تراوح مكانها ومو متطورة وما قدمت شيء. الوضع كان يراد له أن يقضى عليه بدخول درع الجزيرة. معارضة إلى الآن بعد دخول درع الجزيرة لم تتنازل، بل مو المعارضة، الشعب. هل المعارضة قدمت شيء يعني من فترة دخول الجزيرة إلى الآن؟ كان في مطالب، كان في ثورة وهيجان، كان في تواجد يومي في الساحة في دوار اللؤلؤة في الشوارع، اختفت هذه بفعل القمع، عادت مرة أخرى. هذه كل المعطيات يجب أن نضعها في حسباننا. هل فقط الثورة عنوانها الأبرز هو الوجود في الشارع؟ لا، في حراك إعلامي، في حراك سياسي، ما شابه. الآن من أتى بلجنة بسيوني؟ ضغط الشعب، قمع السلطة، حراك السياسي، كل هذا الحراك الدولي أتى. يعني في المعارضة قامت، أو الشعب بإطار الأشمل قام بفعل، هو قدم تطور في القضية إلى وصلت أن البحرين تلزم 176 توصية اليوم يحاولون يلتفون عليها. فدعونا نقول هكذا، أن هذا الطريق هو طويل نسبيا، ليس كما كان في الماضي، ولكن يحتاج إلى مواصلة في تنوع في الفعاليات. هل لدينا قصور في المعارضة؟ نعم، نحتاج إلى تنويع في الفعاليات، ولكن لم يعني مو دقيق أن الواحد يقول المعارضة تراوح مكانها. المطلوب من الناس وين تروح؟ مطلوب من الناس أساسا هو الصمود والمشاركة في هذه الفعاليات. يعني الدولة، دولة الفرد، حاولت أن تقتل هذا الحراك وتقول انتهى. الآن الشعب شنو خياره؟ أن يقول أن هذا الحراك مستمر. كيف نترجم هذا على الواقع؟ احنا يعني لا نريد أن نحتكر خيارات الآخرين، ولكن نقول احنا استراتيجيا نذهب بالفعاليات السلمية، لأن وضعنا في البحرين لا يناسب إلا السلمية. نحترم أي أحد عنده خيار ثاني، بس نقول أن هذا الوضع الاستراتيجي اللي يخدم والذي يسرع في عملية الحصول على المطالب. هل ستنزل المعارضة إلى الأرض؟ الكلام اللي قلته لا، يعني أنا لا أتصور، أنا تحليلي وإن شاء الله أكون صادق وصائف فيه، لم يعد الوضع الآن قابل أن ترجع المعارضة إلى العمل السري، بل حراكنا الاستراتيجي العلني. ولعلي قلت لبعض الشباب الفرق البسيط، يعني أنا لا أريد أن أطعم في الشباب، فرق بين الآن الوضع الشبابي، شباب الثورة في البحرين وشباب مصر وشباب تونس وشباب اليمن، إنه ما يحتاج إنه يروح يتلثم بعض الشباب. الفرق شنو؟ إن بعض الممارسات اللي تحسب عنيفة وتحتاج إلى سرية، هذه تجعلك تحتاج إلى التلثم وتحتاج إلى أن تختفي، وهذا اللي سواه الجيش وهذا اللي سواه بعض الأجهزة الأمنية. إذا استمر الحراك سلميا وعلنيا بأننا مستعد أن أعتقل، مثل المناضل الأستاذ نبيل والأستاذ إبراهيم شريف، الأستاذ نبيل رجب وابنة الأستاذ الخواجة زينب الخواجة، أنا أقول أنا أروح الشارع وأعتصم وأنا بكل سلمية، وخلّه يعتقلني على أساس أنا علني. فيظهر الشاب، شاب بالثورة في البحرين كما يظهر في مصر وتونس، وهذا مثال على الشاب والمناضل، فما بالك على القوى السياسية. لا مجال، أنا أقولها بكل اختصار، لا مجال أن يعود العمل السياسي
البحريني إلى تحت الأرض، بل سيستمر فوق الأرض لأننا خلاص اكتسبنا هذه المناعة والقوة والقدرة. لعلي أجعل بعض الأسئلة إلى الأستاذ رضي، بس في هناك أسئلة موجهة لي. نعم، السلطة تتعامل مع الشعب كعدو، فكيف تعترف بالمعارضة؟ أيضا في نفس السياق، لم يعد بمقدار السلطة أن تتجاهل المعارضة، يعني وصلت المعارضة والمعارضة هي امتداد شعبي، يعني هذا الحراك الشعبي، لم يعد بمقدور السلطة أن تتجاهل. أول سؤال سئلوا عندما قالوا لهم أن احنا من ناخذ إجراءات ضد الوفاق، يعني الجمعيات، وإيش بتسوون في الحوار؟ لا، منتحاور، إنزين اللي بيتحاور تحاورين من؟ فلم يعد بإمكان السلطة أن تتجاهل هذا الوجود المعارض، سواء كانت الوفاق أو الجمعيات الأخرى، غصبا عليهم يعترفون بالشعب، ما عاد يعني في مقومات أن لا يعترفون بالشعب. إجابات سريعة على دكتور جاسم. الوضع أو الحل، لعل الحل قال، أو يعني أساس أكون دقيق فيما قاله، محلي بحث. المعارضة وبرنامجها وحتى الحراك الشبابي هو حراك وطني مستقل، ليس هناك أي تداخلات. وبالمناسبة أضحوكة صارت السلطة والدولة الفرد أنها يوم تقول كل هذا الاتهام تسوق على أساس أن تدخلات من إيران، وبعد ذلك يروحون يحاولون يضطرون أن يأتي السفير، وأقول لكم يضطرون أن يأتي السفير البحريني ورجعون الإيراني إلى البحرين ورجعون السفير قبل لا من هذا الدوار اللي قالوا النفق اللي من الدوار إلى إيران كانوا يجيبون منه أسلحة. وبعد ذلك لما رفضت إيران أن تعيد السفير، ردوا ورجعوا إلى نفس الأسطوانة أن لا تدخلات إيران والرموز يحكمون على هذا استسخاف. لم تعد البحرين تقدم حتى بنية علاقات دولية واستراتيجية علاقات دولية ثابتة. اليوم أنا أعادي دولة أريد أصالحها بعدين أرد أتهمها. فهذا الحراك المحلي حل محلي صحيح، ولكن لن ينتج إلا بضغط دولي وإقليمي. أرجع بس تعطيني دقيقتين وخلص، أقل ما أقدر. جزء من حراك المعارضة ليش يتدخل سمو أمير الكويت ويقول يبقى يسوي مبادرة؟ لأن ما عاد الحل الأمني ينفع. لو نفع الحل الأمني لما كان هناك حاجة إلى المبادرات. لو رجعت المعارضة إلى البيوت، وهو ما قال الأمير نايف إلى مصلحي أن خلى المعارضة يرجعون إلى البيوت. الآن لا أريد أن أقول أن هناك يعني ما قيل أن المعارضة السعودية تتودد للمعارضة صحيح، لا ولا ما بعلق عليه، ولكن في تغير في الموقف السعودي لأن مشروع إجهاض على الحركة فشل. هل للوضع الإقليمي باختصار شديد في نص دقيقة تداعيات على البحرين؟ ممكن أن يسرع وممكن أن يبطئ. ليش؟ مو لأن المعارضة تستند إلى الوضع الإقليمي، لأن السلطة تراهن على الوضع الإقليمي، راهنت على درع الجزيرة فشلت، راهنت على المشروع الاتحاد ما سموه الاتحاد بين البحرين والسعودية أوقف فشلت، راهنت على السقوط السريع لنظام بشار على ظنها أن إذا سقط بشار تسقط المعارضة هنا، ما لنا علاقة، فتأخر هذا الوضع. تراهن يمكن الآن على ضربة إلى إيران، فيقولون إذا ضعفت إيران يضعف الحراك هنا. هذا كله وهم، ولكن هذا يسبب نوع من العناد، نوع من التأخر في التعاطي، فيجعل بعض رموز السلطة المتشددين يحسبون حسابات خاطئة، ولكن في نهاية المطاف لابد أن يكون هناك حل. ما عاد البحرين ممكن أن تستقر ويكون هناك فعلا إمكانية لحياة طبيعية إلا مع تحقيق المطالب. هذا ما سمح الوقت. شكرا. أنا ببدأ من اتهامات الخارج، اتهام الأعمال لإيران وغيره.
أعتقد أن التاريخ البحريني كل يعني من اتهامات. في أيام الهيئة عميل العبد الناصر، وأيام السبعينات المعارضة السياسية اليسارية عميل العدن والاتحاد السوفيتي، ومن ثم وهكذا والعراق. يعني وبالتالي يعني هذه المسألة يعني هو إعادة إنتاج أفلام قديمة في القرن 21، وهذه مسائل أعتقد أن هي يعني الناس عارفة بالضبط أين تقف وكيف تحلل. وأعتقد أنه أيضا بالنسبة للمجتمع الدولي أعتقد يعرف حقيقة ما يجري في البحرين. لم يعد المجتمع الدولي اليوم ينصت إلى الحكومة ونقطة على السطر. المجتمع الدولي يتلقى يوميا عشرات الوثائق على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين. مسألة الجرعات المالية هذه، أن هل هي ستسهم في تأجيل؟ أنا أعتقد أنه إيه ممكن، لأن حل المجلس الوطني أحد الأسباب الرئيسية لحل المجلس الوطني عندما هبطت الثروة بعد الطفرة النفطية، حل المجلس الوطني وقيل لنا أن البحرين خلاص عقب سنتين بتصيرون سنغافورة الخليج. هذه سنة 75 قبل 40 سنة تقريبا. طبعا احنا الآن قاعدين نصير صوب زمبابوي على اسمه مش سنغافورة الخليج. فالمشكلة أنه هؤلاء الناس يعني يحاولون أن يكذبوا على المواطن الذي يعرف أنهم يعني لم يعد يعني أو هذا المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الكذب. في هناك 10 مليار دولار مشروع مارشال الخليجي، الكويت دخلت على الخط، الإمارات دخلت على الخط، السعودية دخلت على الخط. هذول كلهم بيعطون البحرين فلوس، لأن فلوس مسكينة، ما عند البحرين مسكينة، عندها 40,000 برميل و150,000 من أبو سعفة، هاي 190، وعندنا 263,000 برميل تكرير. إذن احنا الأفقر على مستوى المنطقة. لكن أنا أعتقد أنه لو محاولة لمعرفة أين تذهب هذه الأموال كان ما ضخم تقارير ديوان الرقابة المالية. أعود إلى أنه الموضوع أساس الموضوع هو في أزمة سياسية دستورية، والآن ما يجري هو صراع إرادات، من يصرخ أولا. هذه حقيقة الموضوع. هما يريدون أن يحشرون في زاوية ويقولون لنا خلاص احنا فنشناكم واعتقلناكم وذبحناكم وانتهكنا اعراضكم، وعليكم ان تقبلوا صاغرين بما نرمي لكم من فترات. هذا اللي يريدون يقولون لنا. احنا نقول احنا نريد نكون بشر لنا حقوق وعلينا واجبات. ما عاد اليوم احنا نقبل بانه انا اكون مواطن من الدرجة العاشرة في حين واحد غبي للحين ما طلع من البيضة انه يتقدم الصفوف ويصبح علي انا ويشكل علي زعامة. هذه مسألة مرفوضة. اعتقد باقي الاسئلة يعني تفضل فيها الاخ خليل وجاوب عليها، ولكن اريد ان اؤكد نحن مع الاخ بوتاكي باننا يعني عملية تواصل مع أموال الشهداء والمعتقلين هذه مسألة جزء من واجب علينا يجب أن نقوم فيه، ونحن حقيقة مقصرين في هذا الموضوع، ولكن أعتقد أنه نحاول نقوم بجهودنا. تقديم طلب باسم القوى المعارضة أعتقد احنا جاوبنا عليه يمكن في المؤتمر الصحفي، أن الفعالية الجاية في يوم الأربعاء قصدي يوم الجمعة في شارع البديع هي باسم القوى السياسية المعارضة. نعلن عن أن هذه القوى السياسية الآن تقدم باسم الوفاق ولا باسم وعد في التايتل هذه بالهذق مالها في الأوراق الرسمية. أنا أعتقد هذا موضوع تفصيلي، ولو سوينا أنه لو شلنا الوفاق ويبنى الجمعيات السياسية الأربعة بتنظم مسيرة في شارع البديع بيقولون الوفاق تآمرت وراحت دزت عياله لينظمون المسيرة. هذا المشكلة لنا. هؤلاء الناس يفكرون بهذه العقلية، وإحنا يعني معلش خلونا نخدم على قد عقلهم. شكراً.